أعزائي مستمعي ومستمعات من لا صوت لهم، مرحبا بكم في عددنا لهذا الأسبوع عبر أمواج غاديو ديسانفوا وفي حصتنا الأسبوعية كوليكتيف بور لا فيريتي. بعد أن يلملم الشتاء بسطه الأبيض ليرحل في هدوء، يترك البراعم للشمس تداعبها بشعاع دافئ. عاد الربيع فغنى الطير مبتهجا في الروض يجدو بأنغام وألحان، والشمس سافرة والريح عاطرة والكون يبدو لنا في توب جميل. في عام 2012 أعلنت الجمعية العامة في يوم 21 من مارس يوما دوليا للغابات لإتكاء الوعي بأهمية جميع أنواع الغابات. ففي كل احتفال باليوم الدولي للغابات تشجع الدول على بذل مزيد من الجهود المحلية والوطنية والدولية لتنظيم أنشطة ذات علاقة بالغابات والأشجار، كمثل حملات التشجير. إذا عزم الله صوت لهم ارتأت أن تستضيف ضمن هذا العدد وبمناسبة دخول فصل الربيع جمعيتين ناشطتين في مجال السياحة والتجوال وحب الطبيعة. إذن أعزائي المستمعين، الآن سوف نكون مع جمعية اكتشف للسياحة والتجوال لمدينة وهران، ومعنا السيد كريم بوزلماد. مرحبا بك سيد كريم. سلام، مرحبا بكم ثاني ومرحبا بنا عندكم. شكرا لك، مرحبا بك. إذن اضطرت إذاعتنا أن تستضيفك في هذا اليوم، اليوم العالمي للغابات الذي يصادف 21 من مارس لكل سنة بطبيعة الحال. ماذا يمثل لك هذا اليوم العالمي سيد كريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم العالمي للغابات، احنا كجمعية اكتشف للسياحة والتجوال فيخفش عليكم النشاطات تاعنا أكثر يكونوا في الطبيعة، يكونوا في الطبيعة ويكونوا خصيصا في الغابات. وحنا اليوم هذا يمثلنا كيوم رمز باش نكملوا الغابات اللي عندنا في البلاد حنايا، باش نديروا موبالا وباش نعرفوا ثاني بهم، وثاني باش نديروا نشاطات باش نبرو للناس باش يحافظوا على الغابات. ما هي أهم الخرجات التي قمتم بها في الغابات؟ نتكلم عن الغابات على المستوى المحلي اللي عندنا هنا في مدينة وهران. أكيد. قمنا بخرجات لازم تقولي كاع الغابات حنا اللي عندنا. نبدأ بالغابات اللي عندنا هنا. عندنا غابة الحضرة معروفة في منطقة مسرقين، وين قمنا بها فيها بخرجات عبر المسالك تاعها. معروفة الغابة الحضراء بأنها غابة حضراء بأتم معنى الكلمة يعني، ومعروفة ثاني بالكهوف اللي فيها والنباتات اللي فيها والحيوانات فيها. ودرنا ثاني خرجات غابة المسيلة. غابة المسيلة هي محمية، محمية طبيعية فراسي هنا ونيفو تاع وهران. ثاني عند عبر المسالك، وهذه غابة كبيرة، غابة كبيرة بحيث تمد من منطقة بوكليليس حتى المنطقة تاع القدارة ومنطقة تاع العنصر. مسالك تاعها إلى دخلتي فيها ثاني منطقة كبيرة ومحمية. هذه محمية. عندنا ثاني منطقة غابة، غابة راس العين. هذه غابة راس العين جاية في منطقة كديد، هي غابة ماشي كبيرة بزاف بصح غابة. قمنا بها في عبر المسالك تاعها درناها. عندنا غابة تديك هذه الغابة بحيث توصلك حتى لمنطقة جبل أسود المعروف في وهران. هذه ثاني عندها مسالك شابين في وهران. لنا الغابة تاع طفاوي اللي هي معروفة بغابة سيدي غالب، بحيث كنا تمشينا من طفاوي وكان نقطة تاع اللي وصلنا لغابة سيدي غالب. هذه غابة تاني متواجدة في وهران. هذا في ناحية وهران. في ناحية تاع منطقة تاعنا في الغرب الجزائري
كنا ظلنا غابة في سيدي مسان، ورحنا لغابة اللي متواجدة في الناحية 63 في أعالي جبال سمسان، ومنطقة تبني بحدل. ظلنا تما في الغابة التوحة مناطق سيدي مسان، وكنا درنا مانا زيارة ما عندناش بزاف من اللي جينا، درنا منطقة الغابات المتواجدة على في مدينة تبليدة، وين زرنا مدينة تبليدة وصعدنا الغابة تاعها الفورة معروفين في جبال شريعة، معروفة الغابة معروفة بأشهر الأرز تاعها النادرة أرز الأطلسي. ثاني شفنا غابات من تماك، هادو بعض الخرجات اللي درناهم حنا. على قلت لك حنا النشاطات تاعنا دايما نديرهم في الغابات، هادو بعض الغابات اللي درناهم. بس كنت سمحت لك شوية الغابات اللي زرتهم. أهمية الغابات اللي قمتم بزيارتها، بما أنك ذكرت الأشجار وما شابه، هل قمتم في المشاركة بحملات التشجير على المستوى المحلي؟ ما يخفالكش باللي في مدينة وهران الآن كاين موسم التشجير، موسم التشجير وين كل أسبوع تقريبا كل اسبوع كاين حملة تصوير هنا في وهران لا في الاخر. الجمعية تاعنا حنا شاركنا هنا في وهران عبر حملات تصوير، وين كما كنت ذكرت لك غابة تاع العذراء كنا شاركنا في حملة تصوير على مستوى غابة العذراء، وين كان تم غرس اكثر من 2500 شجرة، شجرة صنوبر. وقمنا بحملة تصوير ثانية قمنا بها في منطقة غابة جبل أوتو، وين ثاني زرعنا تم غرس حوالي 3000 شجرة، شجرة ثانية. قمنا بحملة تصوير على مستوى بحيرة أم ضايع، كانت بالتنسيق مع مديرية البيئة في مدينة وهران ومع جمعية فيدرالية الصيادين ومحافظة الغابات، قمنا بتشجير يعني قمنا ومازال نقوم بحملة خرس الموسم، مازال ما كمل تاع التشجير. حنا كما قلت لك أنا الجمعيات ومحافظة الغابات في مدينة وهران عندها أسبوعيا تقوم بحملة تشجير، وحنايا نشاركوا معاهم في هذه الحملات في إطار عمل تطوعي لجمعية. الله يبارك أخي الكريم. للتخفيف من حدة حرائق الغابات بنظرك أخ كريم، ما هي الحلول التي يجب اتخاذها؟ شوفي أخت، فيما يخص حرائق الغابات للأسف يتسبب فيها العنصر البشري. كي ما يخفالكش باللي كاين قانون وين دايرين محافظة الغابات وين كما داخل الغابات، وهو عدم اشعال النار من جوان حتى الاوت. يعني الرقابه، بغيت نقول لك رقابه، هذه غابه وغابه كبيره، وكي تشعل الغابه راكي عارفه الريح العوامل كي تروح في فصل الصيف طيب حتى تشعل ديرها تشعل. انا يعني خاصة لما تكون درجة الحرارة عالية. نعم، كي يكون النار كي تهيئ لها الظروف تاع واحد تشعل، كي تشعل يعني كل ما يديروا التحقيقات تلقي العنصر البشري للاسف. تلقي واحد راح طلع الغابه شعل النار ولا كلا اكل وخلى المسمار ما عرفش يطفيه. يعني انا نقول للناس تحترم هذاك التوقيت اللي دارتها محافظه الغابات في عدم اشعال النار في الغابه. أكيد على مصالح محافظة الغابات الرقابة، الرقابة ولما لا؟ يعني وهذه كي عند الناس اللي طالب بها إعطاء الضغطية القانونية لمحافظة الغابات، يعني ما يبقاش يعني يبقى العامل تاعها غير يقول للناس ما تشعلوش، يعني يبقى عامل رد عن محافظة الغابات بعدم إشعال النار. الناس هي اللي راهي تروح
أكيد أمر كانت مؤسف، أكيد أمر لكن مؤسف. في وهران كانت أشياء كارثية، يعني كانت لما تروح، كارثية. صحيح لما تروح وتشوف كيف أصبحت الغابة غابة مداغ بعد ما التهبتها النيران، يعني أمر مؤسف جدا أن ترى طبيعة بهذا المنظر. يعني نعم كانت وضعية كارثية وفقدنا يعني حتى باش تعاودي تشرشري هذيك الغابة على حساب الخبراء، يقول لك انك تخليها درك من على 5 سنين ولا 6 سنين عاد باش الاخر، يعني غادي تبقى هكا جرداء. اصلا لو يعني كان، كانت اصلا لو كان، اشطر عمرها ما نعرفش شحال من عام تطرح في رمشة سواعين، كانت 4 سوايع ولا 5 سوايع، اكيد ثلاث ما اكيد نعرفش شحال من هكتار. نقدر نقولوا باللي كاين بعض الاشجار اللي راها يعني اكبر سنا منهم، يعني مشي تاع البارح وتاع اليوم. الناس اللي تعرف الغابة، وكان يعني كانت عندنا مقابلات مع محافظة الغابات ومع جمعيات مهتمة بالبيئة، واللي هما يعرفوا شاطر اكزاكتومون داخل في هذوك الغابات في هذيك الحريق. يعني كي يجي يبقى يحكي لك الشجرة عندها ما نعرفش شحال من عام تروح في جوج سوايع غابة تاع واحد شعل ما نعرفش عارف سيجارة وقاصها ولا، يعني والله حاجة تنضري. انا نشوف هذوك الغابات وكي نخرجوا لهم يعني كي تفوتي فيها وقت وتصوري لا تريحي. مالوريزمون وتعرفي باللي الغابات في المناطق تاعنا في شمال افريقيا، بغينا نقولوا كان التوسع العمراني، يعني التوسع العمراني راه يكون تاني على حساب الغابات. ما أكيد بقاوش غابات كبيرة، ليك نحافظوا على الغابات اللي عندنا، ليك نحافظوا عليهم. أكيد إن شاء الله يا ربي. إذا أخ كريم بوزلماد، نشكرك لمشاركتك في حصتنا لهذا الأسبوع وبمناسبة دخول فصل الربيع. إذا مشكور للمرة الثانية ويعطيك الصحة. مرحبا بينا وحنا جمعية الاكتشاف تاعنا، الشعار تاعنا دائما أصدقاء الطبيعة وأصدقاء الغابات وأصدقاء الطبيعة. وبالمناسبة نحيي جمعية اكتشف للسياحة والتجوال لمدينة وهران، نسميهم بالمغامرون، نسميهم بالأبطال إن صح القول، عفوا. يعني تحية لكل عضو من أعضاء جمعيتكم وحتى الناس اللي شاركوا معكم في الخرجات التجوال. شكرا نحيي كاع الناس المنظمين اللي معنا وكاع العائله اللي تخرج معنا واللي تدير معنا هذه الخرجات، نحيوهم تحية كاع لكل كبير وصغير فيهم. كل ذكر اسماء، لكن العائله الحمد لله ونحيوهم. نحيوهم يعطيك الصحة الأخ كريم ومع السلامة. صحيح، شكرا. إذا أعزائي المستمعين من مدينة وهران، ننتقل الآن إلى مدينة الورود، مدينة البليدة، ليكون معنا السيد أسامة رمضان للمشاركة في حصة كوليكتيف بولا بيغيتي. إذا مرحبا بك سيد أسامة رمضان. السلام عليكم، مساء النور، أزف إليكم تحية عابرة من مدينة الورود، وشكرا عليك كبرتوا بنا وعلى الدعوة هذه. يعطيك الصحة سيد أسامة. أسامة هو رئيس مجموعة نغامر لنكتشف المناطق الرائعة في وطننا الحبيب، اللي تتكون من مجموعة من الإطارات والمهندسين وحتى العائلات. هذه المجموعة كما قلتم أنها تحمل في خرجتها مختلف أنواع الأشجار لتغرسها في كل خرجة. اضطرت إذاعتنا أن تستضيفك في هذا اليوم اللي هو اليوم العالمي للغابات، والذي يصادف 21 مارس من كل سنة. ماذا يمثل لك هذا اليوم سيد أسامة؟ بالنسبة للعالم بأسره بالعالم أجمع، أن هذا اليوم يوم عظيم ضرب يتقدس، يعني في كل شهر يتعاود اليوم هذا، ماشي ما يخصوش في نهار واحد فقط. يعني احنا ما ننساوش باللي الطبيعة هي رئة الكرة الأرضية، ما ننساوش باللي الأشجار هي رئة الكرة الأرضية. يعني نتخيلوا جميعنا أن كرة أرضية بدون أشجار، بدون نباتات، بدون طبيعة، بدون حتما راح نهلك بلا محاله. يعني الاشجار لو كان ما تعطيهاش ما تعطيلكش. احنا اضعف الايمان احنا نغرسوها وراح نعتنيو بها وراح نسقيوها وراح نبعدوا عليها كما يقول لك كما الزجاج، هذاك الشيء راح يحرقها، راح نسيو نتجنبوا جميع العوامل اللي راح تؤدي بهالك الطبيعه بهالك الاشجار بهالك الغابات. العوامل هذو شنو هو؟ حمله تحسيسيه، حمله تشجير،
هل تقومون بأيام تحفيزية مثلا لتحفيز المواطنين لكيفية الحفاظ على الطبيعة والغابات بصفة خاصة؟ شنو الحملة التحسيسية نقوم بها خاصة يعني في قلب الغابة، وين نروحوا للعائلات ولا نروحوا للشبان ولا نروحوا للشابات، رايحين نديروا نصائح باللي كيف نوض يعني نظف المكان تاعك، تستمتع بالطبيعة، خفض الأصوات، ماذا بينا ما يكونش كاين هذاك التلوث الصوتي، ماشي تلوث بيئي، كاين تلوث صوتي قبل ما يكون تلوث بيئي، اللي هي يعني صراخ، يعني غناء بصوت عالي، يعني سيارة تديروا فيها الموسيقى عالية، يعني كاين اللي يجيك حتى دربوكة في الغابة. الطبيعة تنصت لها تنصت لك، يعني كيفاش تنصت لها تنصت لك، أنت تعطيها الهدوء، تعطيها الكام، هي راح تعطيك مجموعة من العصافير، راح تطربك بواحد الميلودي، بواحد الألحان، بواحد الغنوات، والله ما شاء الله كي تكون قاعد في الطبيعة كتسمع، تستمتع بالأشجار، تستمتع بصوت الطيور اللي يكون فيها. ديجا راك هنا قمت حملة تحسيسية لنفسك قبل ما تمدها لغيرك. ومن بعد نروحوا يعني العائلة كيقوموا كينظفوا الأماكن تاعهم، الشباب ما يتهوروش وما يشعلوش الأشجار ولا يشعلوا النار بعيد على النباتات، بعيد على الغابات، بعيد على الأغصان، كذلك ما يتجنبوا كسر الأغصان ويشعلوا بها النار. بما أنك تحدثت عن جمال ورونقة الطبيعة، ما هي أهم الخرجات اللي قمتم بها في الغابات سي أسامة؟ يعني أهم الخرجات هي كثيرة وعديدة بزاف، أنا لا تعد ولا تحصى، منذ سنوات شنو نخرج، يعني ما تقدرش راح يعني راح كامل راح تذكرها ولا، لكن الحملات اللي نقدروا يعني نشفوا عليها هي أن قمنا بعملية تنظيف، يعني روندوني طويلة فيها 20 كيلومتر، في هذيك 20 كيلومتر راك تمشى وتنظف، راك ترفد في قارورة، تجيك كيس بلاستيكي، راك تصلح زعما تصيب وين تحت مكسرة، راح تعبدها، راح تدي لها أش، وين تصيب المياه الطبيعية، وينك رايح تزيد تحفر عليها باش تزيد تخرج بكثرة. كذلك قمنا ما ننساوش باللي بليده فيها شريعه، وشريعه فيها ثلوج في كل فصل الشتاء، يعني نطلعوا معنا القمح، نطلعوا معنا الشعير، نطلعوا باكياس عديده، اكياس كبيره، نطلعوا للفوق وندروها يعني فوق الثلوج هذيك، لاطعام الطيور اولا، لاطعام الحيوانات البريه ثانيا. بما أنك تحدثت عن هذه الخرجات، بالنسبة للمسارات، هل يتم دراسة المسارات التي تنوون اكتشافها من قبل؟ المغارات المسارات ما فهمتكش سيداتي، لي باركور اللي تاخذوهم، يعني لي باركور انا يعني من صغري، انا الاصل تاعي يعني من منطقه جبليه، كنا في العطل الصيفيه ولا الربيعيه ولا الشتويه نخرج مع الاجداد ولا مع عمومي ولا مع يعني نطلعوا نكتشفوا ارضنا بلادنا، نطلعوا نفلحوا ونطلعوا نخدموا، يعني كي تكون صغير وتمشى مع الجد ولا مع العم ولا مع الاب ولا راح تشفى، راح تقعد لك في راسك. هذوك الممرات قعدوا كرافي في رسالنا، وين انا كما يقول لك حملت المشعل تاع الجدود، وليت انا جيد او دليل او مرشد في المناطق هذه الجبليه، واللي يعني نعرفها، ولازم ما نمشي زعما نعرفها، هذه نصيحه تري امبورتون، هذه معلومه مهمه بزاف، جميع واحد مغامر او جميع واحد روندونور، دونك هذه المهمه، ميم زعما تعرف السونتي هذاك راك موالف تمشي مي تروح له قبل ما تغامر انت بمجموعه فيها 20 شخص، عمرك لا تروح، نعم تروح مع سنين من قبل، يعني يومين او نهار من قبل راح تعاود دير استطلاع، راك راح دير استطلاع للمنطقه هذيك وتشوف هذيك المنطقه اسكو يعني طريق راهي معبده ما انغلقاتش، ما فيهاش الخرج، ما فيهاش يعني ما ساخش، يعني ما صارش زعما تربه طاحت ولا رابت ولا لاخاطش انك انت تدي معك مجموعه فيها نساء كبار، فيها بالك نساء حوامل، نساء اطفال صغار، وتغامر بهم هذيك، توصل تصير طريق مغلق وما عندكش خطه ثانيه اللي هي خطه بي، توجور عندنا خطه الف وخطه با، يعني بلون ا بلون بي، يعني اي مسلك راك تعرفه راك تروح له من قبل، دير عمليه استطلاع تشوفوا بلي راهو مليح، تقدر تعاود تدي المجموعه هذيك وتكل على الله. أكيد. للتخفيف من حدة حرائق الغابات بنظرك سيد أسامة، ما هي الحلول التي يجب اقتراحها مثلا؟ أول خطوة هي اتباع نصائح تاع مدير الغابات، اتباع إرشادات، يعني هذا قانون عالمي، قانون
تأكد مليح بأنك بسيطة وخلاص. كذلك القرارات الزجاجية ما نرميهمش أمام 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 الشيشيابس، ما نرميهمش في الطريق، ما نرميوش السجائر. مثلا أنت مدخن ما ترميش السيجارة تاعك في الشيشيابس، يعني هذا راح يؤدي باشتراع الغابة بأكملها. أكيد أكيد. سيد أسامة، هذا آخر سؤال وراح نختمه إن شاء الله معك مع دخول إن شاء الله. شكرا أخ كريم، شكرا أخ كريم. مع دخول فصل الربيع، هل أنتم بصدد برمجة خرجات تجوالية للطبيعة؟ يعني إحنا رانا دايرين ديجا، رانا تيجي معايا وأنا راني مسافر للصحراء إن شاء الله. أكيد ثم بالتوفيق إن شاء الله. المجموعة تاعي رانا واجين، رانا مسافرين للصحراء إن شاء الله. على ذلك تأخرت على الرد تاعكم. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي يوفقكم. ويعني بدأت كتقدر تقول باللي الفصل الربيع مازال ما دخلش، وقبلها كنتوا تديروا الخرجات تاعكم. إحنا الخرجات ما وقفناهاش، يعني هذه رياضة. إحنا الخرجات تاعنا راهو برنامج رياضي. يعني لازم تداوم، رياضة لازم تداوم عليها، ما لازمش توقف. يعني نعطيك تحدي، المجموعة اللي عندي هناك ناس كبار بداوا 5 كيلومتر عياو ما قدروش، ما دي كان لهم 6 كيلومتر، ما دي يعني كل مرة نزيد لهم الريتم تاعهم طلع وين لحقوا 20 كيلومتر. هذو انا ما نقدرش راح نوقفهم فصل الرابع، فصل الشتاء، فصل الصيف، فصل الخريف، ما نقدرش راح نوقف لهم الريتم تاعهم. يعني خلاص تعودوا واصبح ريتم الجسم تاعهم راهو متعود على الريتم هذا. يعني لو كان نوقفهم مرة ولا مرتين راح يصير خلل في في الريتم تاعهم. اذا البرنامج رانا مسطرين دوك، ما ننساش بلي رانا فصل ربيع، وفصل ربيع مليح بزاف، ويعني راح تولي حاجه خضراء، طبيعه خضراء، كلش خضر، ما من الورد ما من هذيك، خاصه مدينه الورود، خاصه مدينه الورود، مدينه البليده الورود، ونشتهروا بطبق، نشتهروا بطبق اسمه الحمامه. الحمامه هذا كسكس اسود. طعم الكحل، هذا طعم الكحل ماشي يجي يتكون من 100 عشبه او اكثر. الله يبارك ما شاء الله. كي تكونوا حنا نتمشاو في الطبيعه، نتمشاو كل ورقه، كل نبته، كل شجره تجوز عليها تنحي منها بعض الاوراق. ما شاء الله الله يبارك. تمشاو تلحق حتى 99، تلحق حتى 100 عشبه. هذوك الاعشاب يعني الجدات تاعنا ولا امهاتنا ولا خالاتنا رايحين يفتلوه، يفتلوه راح يولي اكله اللي هي اسمها الحمامه، طعم اسود فيه بزاف فوائد لا تعد ولا تحصى. الله يبارك. يعني كل اللي حاب ياكلو بالسكر، كل اللي حاب ياكلو بزيت الزيتون لانه مر، لان الذوق تاعو مر، ولكن فيه شفاء. نعم، او قلت لك مر ولكنه فيه شفاء مليح للاجسام. اكيد اكيد، احنا كل حاجه مره فيها شفاء نتهربوا منها. الله يبارك. خاصه في العائلات الجليديه، شباب وشابات عائلات يخرجوا للجبال يقطفوا الاوراق النباتات هذوما بيعملوا بيهم الحمامة. الله يبارك ما شاء الله عليكم وعلى ناس البليدة. ونحييكم من هنا من مدينة وهران، نحيي ناس البليدة، ونحيي كل الناس اللي راهم يشاركوا في الخرجات. على حسن الضيافة نحييكم على الحصة الرائعة اللي راكم تقدموا فيها، راح يفيدك بزاف بزاف كبيرة. والشكر موصول لك كذلك. للجزائر يعطيك الصحة الأخ أسامة رمضان، وشكرا لي شاركت معنا في حصتنا الأسبوعية، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في مسارك في مجال التجوال والسياحة. شكرا شكرا جزيلا، إن شاء الله يعني احنا نعرفوا بالمناطق تاعنا، نعرفوا بالجزائر الحبيبة. يعني أنا نقول لهم توجهوا الشعار تاعي وحوس بلادك قبل ما تحوس بلادنا. أكيد أكيد، يعطيك الصحة الأخ أسامة. شكرا شكرا، مع السلامة. شكرا، يعطيك الصحة. أعزائي مستمعي ومستمعات راديو ديسانفوا، نأتي إلى ختام هذا العدد من حصتنا الأسبوعية كوليكتيف بولا فيريتي. نعطيكم موعد آخر في الأيام المقبلة. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.